كن معايا في عالم الحلويات لعشاق الحلويات الجافه. كثير من السيدات يقول لك يا سيدي على ديري لنا لي كاطو سك، كفر لنا الحلويات الجافه، وحنا دائما في خدمتكم، كذلك دائما نشوفوا مقدوركم. بالنسبه للحلويات الجافه، شكون فيكم ما يحبش الصابلي؟ لي صابلي مطلوبه بكثره، ناس تحبها، ناس تحب وصفاتها المضمونه. على هذه سيدي على اليوم راح تعطي لكم وصفه من اروع ما يكون، يدوب في الفم واحد الصابلي ما شاء الله. ما عليكم غير تركزوا معنا في المقادير. راني قلت راني نروح غير بالعقل مع الشرح الجيد المفصل بدقه المقادير باش ما نبقاوش نعاودوا يا جماعه. هذه هي دركا شروطي، ان شاء الله ما تزعفوش مني باش ما نبقاوش نعاودوا في الحصص. على هذه نتمنى ان شاء الله نروحوا غير بالعقل ونديروا حلويات بالطبع باش تنجح معاكم. هنا بالنسبه للصابلي جديد 2016، هنا عندنا 250 غرام مارغارين تكون طريه. نوعيه المارغارين هنا للاسف انا ما نقدرش نذكرها، بصح يسمحوا لي زملائي لازم نوضحها باش يلحق الميساج، خاطش في هذا المارغارين في هذه الوصفه لازم هذا المارغارين. المارغارين هذه ما تجيش في العلب تاع البلاستيك، تجي في كاغط تاع 250 وما فيهاش كاع 500، فيها غير 250. النوع تاعها شباب. هذه المارغارين المقصوده، يعني قلت يسمحوا لي زملائي، كاين بعض الوصفات تتحتم علينا مقادير مضبوطه دي مارك سبيسيال. هنا مارغارين هذه المقصوده اللي هتقصد فيها سيدي على تاع 250 غرام مغلفه بالكارت تاعها، هذاك كارت تاعها يجي شويه كي شغل كي الالومنيوم هذاك باش نفرزوها مليح. ما تجيش علبتها ما تجيش تاع 500، تجي غير تاع 250، هي عباره عن مستطيل مغلف عادي ما تجيش في العلب. هذه هايله، وباش تفهموني مليح تبدا بحرف الفاء هكذاك باش تفهموني بيان. هاد المارغارين نحطوا لها كاس سكر ناعم، نحطوها في اناء، نزيدوا لها كاس سكر ناعم، نزيدوا لها كاس تاع زيت، كاس تاع زيت. هنا واش باغي ديري؟ تستعملي الباتور، ضربي مليح المارغارين مع السكر ومع الزيت حتى يولي خليط واحد يشبه الكريمه، يشبه الكريمه. هنا باغية تزيدي لها البيض زوج حبات، حبة تلو الأخرى، نضيفوا حبة ونواصلوا الخفق بالباتور، ثم الحبة الثانية ونواصلوا الخفق كذلك. نضيفوا لها مغرفة فانيليا، مغرفة فانيليا، ونضيفوا لها مغرفة ليكستخي تاع لو بوغ الزبدة. تقوشي درتي هاد الصابلي بالزبدة، بالزبدة الحرة، وانتي راكي دايرتها غير بالزيت والمارغارين. ضربي مليح بالباتور، نعاودو، راني يعني نعاودو. 250 غرام مارغارين انا ذكرناها، كاس تاع السكر الناعم، وكاس زيت. هي انت كي تشوفي 250 غرام تقوشي ما تخرجش، يا وتزهيك تبارك الله صابلي تخرج لك العجب. ضربيهم مليح بالباتور، انسيستي بالباتور مره الاولى ما تطلقيلوش لافيتاس، من بعد جيس يندمج الخليط اعطيه لافيتاس. من بعد ديري له زوج بيضات، حبه ثم حبه، مغرفه فانيليا، مغرفه تاع عشا، ليكستري تاع الزبده راه ينباع. ما حبيتيش ديري لوغو تاع لو بوغ معليش، تقدري تستغني على ليكستري تاع الزبده. خلطي مليح بالباتور واحد العشر دقائق وانت تخلطي، من بعد طفي الباتور خلاص، نحي لابريز تاع الباتور وتميتي منه. جيبي قدامك الفرينه وكيس خميره كيميائيه، طمي لاباط طميها. الشرطه هاد الصابلي ما يتخدمش مباشرة، انت شنو باغي ديري دروك؟ الا نويتي ديري صابلي دروكا مدة الصلاحية تاعو هذا اشهر وهو فريشكا. تعرفي شنو اشهر وهو فرماش؟ صافي ما تخافيش كاع اللي تقدري تبدي حلوتك من اليوم. كيفاش باغي ديري لهاد الصابلي؟ العجينة تندار قبل الفطور، معناتها دروكا كي تكمل سيدي على الثلاثة تندار في كيس بلاستيكي وتبرد، لازم العجينة تكون باردة تبرد تماما، تبرد في الثلاجة بعد الفطور كي تكملي الماعن اجبدي العجينة. اتوكلي على ربي الصابلي هذا بالذات يجي شكله قلوبة. اذا حبيتي حبيتي ديري مدور ولا كاري كيما تحبي. هنا تحتاجي زوج قلوبة، قلب يكون فيرمي بلا وقلب يكون عنده اللي تتقب، وإلا ما لقيتيش انت حاولي تلقاي واحد القليل بصغير باش تثقبي به معليش.
هذه هنايا واش باغيه ديري؟ بالطبع عادي كيما ديري الصابلي، بصح ماشي مباشره فوق الطاوله، لازم في البلاستيك، قطعه تاع بلاستيك تكون نقيه ديريها سبيسيال للعجين، رشه خفيفه تاع فرينه باسكو صاي ما تزيديش الفرينه، صاي بورها بارده لاباط ما تخسريهاش. بعد ما تحلي لاباط بداي تطبعي، راني قلت تخرج الله يبارك، الطبعي سنيوه الاولى قلوبه سامبي معناتها تمشي مثقوبين، وحسبي دير لك 50 حبه نتاع قلب سامبي، اقلعي 50 حبه طيبيهم ونورمال ونحيهم، واللي دوكا المثقوبين، المثقوبين شحال ديري؟ ديري 60 حبه، خاطرش 10 ديري في بالك باللي قادره تكسريهم، ديري دائما الاحتياط ديالك، راكي طبعتي تبارك الله عليك، طيبيهم، طيبتي خليه يبرد تماما ما تمسيهش، خليه يبرد تماما، النهار اللي يبرد وجدي دوكا باش تلصقي الصابلي ديالك، باش باغي تلصقيه؟ تلصقيه تبعي معايا مليح، خليط ما بين حلوة الترك والكونفيتور ومغرف زبدة، نعاود لك خليط ما بين الكونفيتور تاع المشماش، معجون المشماش، حلوة الترك ومغرف زبدة، تخلطيهم مليح في غرفية وديري بانسو قدامك. ايا لصقي عادي الصابلي عادي، لصقي لصقي لصقي، كي تلصقي تحطي في سنيوة، عاودي شدي كيس حلواني فيه لا كونفيتور معاها ليكستري فريز والملون تولي حمراء، حطي نقطات في الوسط القلب الصغير هذاك كاع، قبل ما تحطي هذه النقطات رايحه تغربلي عليهم السكر الناعم، من بعد حطي هذيك الكونفيتور الغوج، وتقدري تغيري في التزيين كيما تحبي. انا عطيت لك هذه لمسات تقليديه تاع بكري عاديه الصابلي العادي، بصح لاباط مخالفه وتجي شابه وتغرم ومده صلاحيه تاعها شهر، مثلا صحاب العراس تاع من بعد العيد والله صدقوني غير تحفه. هاد العجينه ما شاء الله عندها فقط خطوات، عجينه لازم تبرد، مارغارين سبيسيال فيها فقط خطوات. نتمنى ان شاء الله تكونوا كتبتوا معايا المقادير، راح نعاودها بسرعه باسكو كاين اللي فاتتهم. راني قلت سيده يعلى تطبطب على كل دار، 250 غرام مارغارين تكون طاريه شكلها مستطيل ما فيهاش ال 500 غرام وما تجيش في العلب، واسمها يبدا بحرف الفاء، بينتها لكم بشرع الله، معها كاس سكر ناعم، معها كاس زيت تتضرب بالباتور. السادات هنا كاين واحد الاخوات يقول لك ولي ما عندهاش باتور باش تضرب، اعطيها الحزب الفوي، لازم تولي لك كريمه بيغ، كريمه الزبده. هنا زوج بيضات، حبه تلو الاخرى، فانيليا، عطر الزبده، نجمع بالفرينه، وصلت على النبي. الكميه نتاع الفرينه الاخوات اللي يتسائلوا، حذاري تيبسي لاباط، اذا يبستيها راه ما يجيك الصابلي هش، هاد الصابلي هش رائع، يجي هشيش، عنده خطوات باش ينجح. لاباط لازم تبرد، هذا هي شرطها، تبرد وتتحل فوق بلاستيك، تنطبع عادي، تقدري تغيري الطوابح كيما يحب خاطرك. هذا الصابلي التقليدي معناتها فقط الوصفة غيرت فيها ودرتها، قلت لك جات تهبل ما شاء الله، معناتها انتم كي تجربوها ان شاء الله ما عاحيش تندموا عليها، بالتوفيق ان شاء الله.